يعطيكم ألف عافية. طبعا تشرفت بتأدية الحق الدستوري والواجب الوطني كمواطن أردني بالإدلاء بصوت اليوم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام الذي يشكل المحطة الأولى التنفيذية لعملية التحديث السياسي، والتي انبثق عنها قانون جديد للأحزاب السياسية وقانون جديد للانتخاب بمقتضى أصبح لدينا قائمة وطنية حزبية وقائمة محلية. وتشرفت بالإدلاء بصوتي اليوم في الدائرة الثانية المحلية مكان سكني عمان. هذا يوم كبير، هذه مناسبة كبيرة، هذا مسار واستحقاق دستوري أصر جلالة الملك على أن يجري في وقته، وهذا دلالة على صلابة وقوة ومتانة المملكة الأردنية الهاشمية وعلى وضوح مسارها بقيادة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية. مستوى الإقبال نأمل بأن يكون مرتفع ويليق بهذه المناسبة الوطنية ويليق بالمواطن الأردني وبالخطة الثابتة التي ندخل بها واثقين إلى المئوية الثانية من عمر الدولة، مؤسسين على إنجاز كبير في المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية. المناشدة مرة أخرى ونحن لازلنا نسبيا في ساعات الظهيرة والصباح للمواطن الأردني، للشباب الأردني، للشابات الأردنيات بالإقبال على صناديق الاقتراع واختيار من يتوخون باعتباره الأفضل من الأحزاب الأردنية المعبرة عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المميزة للمجتمع الأردني، والمجتمع والمرشح الأمثل على القوائم المحلية الذي يتوخون فيه القدرة على أن يمارس دورا فاعلا في التعبير عن طموحاتهم وتطلعاتهم وآرائهم، وأن يساهم في عملية الرقابة والتشريع الفعال في إطار الفصل المرن والتعاون ما بين السلطات المكرس في الدستور الأردني. أنا كل ثقة بأن هذه المحطة، وهي المحطة الأولى كما قلت من مسار التحديث السياسي المستمر لثلاث دورات انتخابية قادمة، ستزيد بلدنا بإذن الله منع وستسير جنبا إلى جنب وبالتوازي مع المسار الاقتصادي والمسار الإداري من عملية التحديث الشامل. مرة أخرى الإقبال وخصوصا من فئة الشباب والشابات، وهي العمود الفقري عدديا وفيما يتعلق باعتبارها العمود الفقري للثروة الحقيقية الأردنية، الثروة البشرية، بأن تقبل على صناديق الاقتراع. هذا ما يقربها إلى صنع القرار وإحداث التغيير المنشود، التغيير الإيجابي الذي ينشد جلالة الملك ويعضده فيه صاحب السمو الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم. هذا هو المدخل للمشاركة الحقيقية للشباب في صنع القرار، في صنع القرار السياسي، في صنع القرار الاقتصادي، في تحسين الأداء الأداري، في المراقبة التشريعية، وتوخي دائما اختيار من يراه يتميز بالقدرة على التعبير عن هذه التطلعات التي نشترك فيها جميعا لتعزيز بلدنا والمضي به إلى آفاق أرحب وإلى المساحات والآفاق التي نستطيع أن نصل إليها بهمة مواطنين وبالرؤية الثاقبة لقيادة المدينة. دولة الرئيس يعطيك العافية. يعطيك العافية. الانتخابات السابقة أجريت في ظل جائحة كورونا وكانت ناجحة، واليوم تجرون الانتخابات في وسط إقليم ملتهب وحرب على غزة، ويعني الأمور كانت يعني صعبة نوعا ما، لكنها أجريت. ما الرسائل التي توصلها الدولة الأردنية اليوم من خلال إجراء هذه الانتخابات؟ أشكرك أخي عماد. هذا بلد راسخ البنيان وواثق من نفسه، وواثق من قيادته، وواثق من شعبه، وواثق من مؤسساته. هذا البلد ليس فقط انبرى في خضم هذه الأوضاع الإقليمية الصعبة وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على أهلنا في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد، وإنما أيضا في مسارات أخرى. هذا البلد يجب أن نتذكر بأنه في خضم هذه الأحداث وهذه التحديات وآثارها الاقتصادية، هذا البلد رفع تصنيفه الائتماني اقتصاديا من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، وهي وكالة موديز وكالة ستاندرد اند بورز، في وقت خفضت فيه التصنيفات الائتمانية لأغلب دول المنطقة غير المنتجة للنفط. فالرسالة واضحة بأننا واثقون من أنفسنا، بأننا واثقون من مؤسساتنا، وبالقطع بأن المواطن الأردني على قدر عالي من المسؤولية ومن القدرة ومن المنعة ومن الصلابة ومن الثبات ومن الرسوخ
ومن الثقة بالنفس التي تمكننا دائما من أن نمضي قدما في المحطات المفصلية وفي استحقاقاتنا الدستورية وفي أدائنا الاقتصادي وفي مسار الإصلاح الإداري دون أن نتأثر بالأحداث والتوترات الإقليمية التي يتسبب فيها غياب حل الدولتين ويتسبب فيها هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وعنف المستوطنين وسلسلة الجرائم المقترفة والتي لها تداعيات إقليمية كبرى. بلدنا بلد يسير دائما بثبات، وبلدنا يسير وسط الأعاصير. هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، متزامنة لكوننا في إقليم ملتهب مع بعض الانفجارات والتوترات الإقليمية، وفي كل مرة كانت تجري هذه الاستحقاقات في مواقيتها. كما قلت، الاستحقاقات الدستورية تجري في مواقيتها بدلالة ثقتنا الكبيرة بأنفسنا وببلدنا وإيماننا بمواطنينا، ولكن أيضا في خضم هذه التحديات أدائنا الاقتصادي ومسار التحديث الاقتصادي يسير على طريقه رغم المصاعب والتحديات التي نواجهها، وكذلك مسار التحديث الإداري في إطار عملية التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك. المسارين الإداري والسياسي مرة أخرى يتطلبان من شبابنا وشاباتنا لإسنادهما الإقبال على الاقتراع ليحدثوا الفارق في المسارين المرسومين أيضا بالتزامن مع هذا المسار السياسي. شكرا لكم، الله يوفقكم.